أصدرت وزارة التعاون الدولي تقرير الشراكات الدولية لدفع التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي 2021-2024، واستعرض التقرير استراتيجية التوسع في تكرار تجارب التنمية الناجحة بين الدول النامية والناشئة، ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية. وأبرز التقرير مبادرة حياة كريمة ومجمع بنبان للطاقة الشمسية ومنظومة معالجة مياه بحر البقر وبرنامج تكافل وكرامة كأمثلة للتجارب التنموية القابلة للتكرار في دول الجنوب. وأشار التقرير إلى أن تعاون الجنوب-جنوب يعزز الوعي بالتحديات المشتركة للدول النامية ويحفز الحلول المبتكرة ويدعم القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات، ولكنها تتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بعد توقعات قوية للطلب على الخام والوقود. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 69% ليصل إلى 83 دولارا و19 سنتا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 55% لتسجل 79 دولارا و5 سنتات للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.67% لتسجل $2.52 سنتا للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 61% لتسجل $2.94 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تباين أداء بورصتي الإمارات في ختام الجلسة في تعاملات ضعيفة قبيل عطلة عيد الأضحى. وفي أبوظبي خسر المؤشر بنسبة 0.5%، ويفضل العديد من المتعاملين جني الأرباح قبل عطلة العيد التي تستمر أسبوعا في السعودية وثلاثة أيام على الأقل في الإمارات ودول الخليج الأخرى. وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة دبي مرتفعا 0.1%، وانخفض مؤشر أبوظبي 0.3% على أساس أسبوعي، في حين أغلق مؤشر دبي مستقرا هذا الأسبوع. تراجعت الأسهم الأوروبية بعد انخفاضها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، فيما يتجه المؤشر القياسي لتكبد خسائر أسبوعية مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر وسط حالة الضبابية السياسية في فرنسا. وهبط المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.1%، وخسر 1.5% حتى الآن هذا الأسبوع. وتراجع المؤشر كاكا الفرنسي 1% ليكون أداءه أضعف من باقي بورصات المنطقة مع استمرار قلق المستثمرين من الوضع السياسي ووصول علاوة المخاطر على السندات الفرنسية إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات. وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قرض جديدة قيمتها 800 مليون دولار للأرجنتين. يأتي ذلك فيما تعهد رئيس الأرجنتين خافير ميلاي بوقف الانحدار الاقتصادي وخفض عجز الميزانية إلى الصفر، معلنا إطلاق برنامج لخفض الإنفاق العام والحد من التضخم الذي يزيد عن 275%. انتهت نشرتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى إيمان وسحر. إليكم. شكرا لك سارة.